بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخوة القائمين على مركز الإسلام والديمقراطية، أيها الضيوف الكرام والضيفات، نحييكم بخير التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي إليكم عن الوفاق الوطني، الوفاق باعتباره أعلى شكل من أشكال الديمقراطية. الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، حيث الاختلاف كما يقول أحد المفسرين مركوز في أصل الخلقة، لا مجال لأن تقولب الناس، تصب الناس في قالب واحد، لأن الاختلاف هو ثمرة من ثمار هوية الإنسان، ماهية الإنسان، كونه كائن حر، كونه كائن حر، كائن عاقل، معنى ذلك أن الناس سيختلفون، لأن لكل منهاج، ولكل جعلنا شرعة، من كل شرعة ومنهاجا. فالله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين، ولم تأتي النبوات لتفرض الدين، على الناس. مبدأ لا إكراه في الدين مبدأ ثابت، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لكم دينكم، ولي دين. ماذا يبقى إذا كان الناس مختلفين بطبعهم؟ فكيف يمكن أن يجتمعوا؟ بينما هم كمان فيهم خاصية الاختلاف، أيضا هم بطبعهم يميلون إلى الاجتماع، لأنه كما يقول العلامة بن خلدون، الناس بفطرتهم يميلون إلى الاجتماع، لأن الواحد منهم لا يستطيع بمفرده أن يحصل قوته وحده، ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، بحيث حاجته للدفاع عن نفسه، إذا حيوانات ضخمة، حاجته لتحصيل قوته، كل ذلك يفرض عليه أن يجتمع مع الآخرين. لو قطعة الخبز هذه التي أمامك، يعني نظرت، حاولت أن تحصي كم ساهم في إنتاجها من شخص، يعني ربما ستتعب دون أن تصل إلى ضبط العدد الذي ساهم في إنتاج قطعة الخبز أو في إنتاج كوب من الماء. إذن هناك خاصيتان، خاصية أنهم أحرار، وخاصية أنهم يحتاجون إلى الاجتماع. حاجتهم إلى الاجتماع تعني حاجتهم إلى الوحدة. كيف يمكن أن تتم هذه الوحدة؟ هناك شكلان لهذه الوحدة، إما أن تتم عن طريق القوة، نظام ديكتاتوري يفرض على الناس قوالب يصففوا، يجعل منهم كأنهم ثكنة. النظام القديم الذي أطاحت به الثورة جعل من تونس عبارة عن ثكنة كبرى يقودها شرطي. الحمد لله، يعني هرب الشرطي وسقطت هذه الثكنة، وأصبح التونسيون اليوم يعالجون مشكلا آخر، كيف يستطيعون أن ينظموا حريتهم، كيف يستطيعون أن يضمنوا وحدتهم الوطنية ووحدة دولتهم، ولكن ليس بمنطق الثكنة، وإنما بمنطق المنتديات الحرة. هنا يأتي الحديث عن الديمقراطية، ويأتي الحديث عن الوفاق، وباللغة الإسلامية يأتي الحديث عن الشورى. الحديث عن الشورى حديث عميق ومتكرر، سواء بالمصطلح ذاته أو بمعاني أخرى كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوصية والنصيحة وما إلى ذلك. وفي سورة الشورى، سورة تحمل هذا الاسم، وردت الشورى بين فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الذين يجتنبون كبائر الإثم وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين إذا أصابهم والذين استجابوا لربهم بماذا؟ وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فالشورى جاءت وسطا بين الحديث عن
عن الصلاة، عن الشعائر، والحديث عن الزكاة، ليعطي رسالة واضحة بأن الرسالة التي تدعو للعبادة تدعو للعدالة الاجتماعية وتدعو للشورى. فجاء الحديث عن الشورى وسط بين الصلاة وبين الزكاة. المسلمون في الغالب أخذوا بالصلاة ولكنهم لم يأخذوا بالشورى. الشورى الإسلام لم يحدد لها أشكالا. ما هي أشكال الشورى؟ أول شكل، بعضهم اعتبر الإسلام السياسي بدأ بماذا؟ اعتبر ما يسمى الإسلام السياسي ولد في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمون كان يقودهم نبي، الآن أصبح أمرهم بأيديهم، أمرهم إليهم، كيف سينظمون أمرهم؟ الملاحظ أنهم لم يختلفوا هل تستمر الدولة أم لا تستمر، وإنما الاختلاف حول شكل الدولة، من يخلف النبي، ولكنهم لم يختلفوا في أن للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الوظيفة الدينية للنبي صلى الله عليه وسلم هذه انتهت، ما عاد تم نبي يوحى إليه، وظيفة الوحي انتهت، ولكن وظيفة أخرى للنبي كونه رئيس الجماعة، قائد الجماعة، رئيس دولة، هذه الوظيفة اجتمعوا مباشرة حتى والنبي يسجى، حتى قبل أن يغسل ويدفن اجتمع كبار الصحابة لتداول الرأي للشورى كيف سيخلفون وظيفة النبي السياسية. وظيفته الدينية انتهت، ما عاد تم من يوحى إليه، ولكن وظيفته السياسية اجتمعوا لتداول الرأي فيها، وبعضهم قال نحن منا أمير ومنكم أمير، والبعض الآخر قال فلان من الأنصار، والآخر قالوا من المهاجرين، وحسم الأمر في النهاية لصالح أبي بكر الصديق، أي لصالح استمرار الجماعة السياسية أولا، وأن هذه الجماعة السياسية يقودها أحد المهاجرين باعتبارهم السابقين الأولين إلى الإسلام. إذن هل فعلا الإسلام السياسي بهذا المصطلح هذا اللي عليه له ما له عليه ما عليه، هل فعلا بدأ الإسلام السياسي بالسقيفة، أم نستطيع أن نقول إنه بدأ ببيعة العقبة الثانية عندما، لأنه لقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لقاء سريا، كان عدة لقاءات، اللقاء الأول تعاهد معهم على الإسلام، اللقاء الثاني تعاهد معهم مش على الإسلام فقط، وإنما على أن يحموهم مما يحموا منه أزواجهم وذرياتهم، أي إقامة الدولة. فهنا نستطيع أن نقول الإسلام السياسي ولد بالعقبة الثانية، لأنه الذي أسس لدولة المدينة هو بيعة العقبة الثانية. وعلى كل الأحوال فالمسلمون عبر تاريخهم الطويل ظلوا يشعرون بأنهم جماعة واحدة، ليس جماعة دينية فقط، وإنما أيضا جماعة سياسية، سواء كانت هذه الجماعة موحدة مختلفة، ولكنهم لم يعتبروا قط أن الإسلام هو مجرد نحلة دينية. العلاقة، إذن هناك علاقة بين الحاكم والمحكوم، هذه العلاقة تقوم على ماذا؟ هذه العلاقة تقوم على البيعة. البيعة هي عقد، حيث علاقة الحاكم بالمحكوم هي علاقة تعاقدية، يلتزم فيها الحاكم بأن بالقانون، أي بالشريعة، يلتزم فيها بالشريعة، يلتزم فيها بالشورى، يلتزم فيها بالعدل. مقابل ذلك الناس، الرعية، تلتزم بالطاعة، حيث مثلا مش طاعة مطلقة، ولذلك الطاعة هي طاعة مشروطة باحترام القانون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، معنى ذلك أن هناك دولة، وأن هذه الدولة هي دولة قانون يحكمها القانون، لا تحكمها إرادة فرد. أطيعوني ما أطعت الله فيكم. إذن في العصر الأول الإسلامي اللي نسموه فجر الإسلام أو العصر الذهبي للإسلام، من ذهبية ذلك العصر، العصر الأول اللي يسمى عصر الخلافة الراشدة، لماذا، من أين جاء
لماذا وصفت تلك المرحلة الأولى بالرشد خلافا للمراحل التي تلتها؟ لأنها كانت تدار ليس بالقوة، كانت تدار بالوفاق، كانت تدار بالشورى، ولذلك تم تداول للسلطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعلي وعثمان، تم تداول السلطة وتداول عبر الشورى. صحيح أن هذه الشورى لم تتخذ شكلا محددا، بما يدل على أن هذا من أمور الدنيا، ما هو شكل الدولة، ما هو شكلها، هل هذا الشكل برلماني، هل هذا الشكل رئاسي ملكي، هذه كلها أشكال متروكة لعقول الناس. المهم أن لا يكون القرار في الجماعة قرارا فرديا، هذا ايش معناه الشورى، وأمرهم شورى، الأمر هو السياسة، القرار السياسي لا ينبغي أن ينفرد، الذي يخص الجماعة لا ينبغي أن ينفرد به شخص. كيف تصاغ الشورى؟ هذا أمر متطور. ولذلك إذا كان العصر الأول اتسم بالشورى وذلك معنى الرشد، فالعصور التي تلت سادها الحكم العظيم أو الملك العظيم، حيث انقلبت الخلافة الراشدة إلى ملك، أي إلى عائلات تتوارث السلطة. حافظ الحكام عبر التاريخ الإسلامي على شكل الحكم الإسلامي، أي على البيعة، أي على العقد. يأتي العلماء وأهل الحل والعقد ممثلو الشعب يعطوا البيعة لحاكم، ولكن هذا العقد تغلب عليه الشكلية، ليس عقدا حقيقيا، وإنما عقد محافظ على الشكل أن هذا الحاكم تولى بإرادة الأمة عبر نخبتها أو عبر علمائها أو أهل الحل والعقد فيها. هذا الأمر لا يعود للإسلام، أي الملك العضوض لم يأتي من الإسلام، لأن الإسلام أتى بالشورى ولم يأتي بالملك العضوض، وإنما هذا الأمر أتى من خلال روح العصر. لكي نحكم على التاريخ الإسلامي حكما موضوعيا لا ينبغي أن نقارنه بعصرنا، وإنما ينبغي أن نقارنه بتلك العصور، أن نقارنه بالحكم الفارسي والحكم الروماني والبيزنطي والهندي، سنجد عندئذ أن الحكم الإسلامي كان هناك شريعة، كان هناك قانون، إرادة الحاكم لم تكن مطلقة يحيي ويميت، ولذلك عبر التاريخ الإسلامي كان هناك قضاء مستقل، كان هناك حكم للقانون. فقط إذا تعلق الأمر بالصراع على السلطة عندئذ الأمر تحكمه القوة، أما معاملات الناس الاجتماعية والاقتصادية فكلها تخضع للقانون، تخضع لأحكام القضاء. القضاء كانت لهم مكانة عظيمة في التاريخ الإسلامي. إذا روح العصر التي سادت الأنظمة الإمبراطورية إلى جانب مواريث القبيلة كان لها تأثير على نمط الحكم في التاريخ الإسلامي، فكان هذا الحكم مزيجا من الإسلام ومن الروح القبلية المتوارثة ومن الروح الإمبراطورية السائدة في تلك العصور. نستطيع أن نعرف الانحطاط بأنه الحكم المطلق، بأنه الدكتاتوري. ولذلك في عصر الإصلاح في القرن التاسع عشر تنبه المسلمون إلى خطر اليقظة الغربية والنهضة الغربية، وفسروا نهوض الغرب بماذا؟ طرحوا السؤال لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ كان ذلك صدمة كبيرة للمسلمين، المسلمين يقولون نحن خير أمة أخرجت للناس، فينبغي أن نكون أحسن أمة، ولكن تنبهوا إلى أنهم أمة ضعيفة وأمة مفرقة وجاهلة، فتساءلوا لماذا؟ هل هذا يعود للإسلام؟ قالوا كلا، لا يعود الأمر للإسلام، وإنما يعود إلى سوء فهمنا للإسلام وابتعادنا عن حقائق الإسلام وعن شريعته، أنه عدل وأنه حرية وأنه كرامة ومساواة بين الجنسين واحترام للمرأة واحترام للأقليات. من هنا في القرن التاسع عشر نشأت حركات إصلاحية، كان جوهر الحركة الإصلاحية، ومنها يعني كانت ثلاث حواضر في العالم الإسلامي تقود حركة الإصلاح
ومنها بلدكم هذا تونس والقاهرة والأستانة أو اسطنبول انطلقت منها في القرن التاسع عشر حركات إصلاح ركزت جهدها على نفض الغبار عن الإسلام وإحياء قيم الإسلام، قيم العدل وقيمة الشورى وقيم التراحم والمساواة. وكان في تونس يعني النخبة التونسية اللي هي كانت نخبة إدارية بقيادة خير الدين باشا، تعينها نخبة جامع زيتونة، نخبة العلماء. هؤلاء أنشأوا مشروعا إصلاحيا كبيرا عبر عنه خير الدين في كتابه أقوم المسالك، وثيقة مهمة جدا. أنصح الشباب بدراسة هذه الوثيقة المهمة لأنها تسجل طموح طوق آبائنا، طوقهم، طوق آبائنا إلى الحرية وإلى العدل. نشأت حركة التحديث سواء في التعليم، تطوير التعليم بما يجعل اللغة العربية وعاء للعلوم الحديثة، تطوير النظام السياسي عن طريق استيعاب الإدارة الغربية والديمقراطية الغربية، وكل ذلك في إطار الإسلام. نشأ، نستطيع أن نقول، مشروع تحديثي أصيل، تحديث الأمة، اكتساب العلوم الحديثة والإدارة الحديثة والنظام الحديث، اكتساب كل ذلك واستيعابه في إطار الإسلام. هذا المشروع كان يمكن أن ينقذ العالم الإسلامي لولا أن الاستعمار الغربي عاجل تلك التجارب وفرض الاحتلال، وفرض مع الاحتلال نموذجا آخر للتحديث. خلاصته، تستطيع أيها المسلمون، تستطيعون أن تنالوا بركة التحديث، ولكن ينبغي أن تدفعوا ثمن ذلك، أن تدفعوا دينكم ثمنا. ينبغي أن يجري التحديث في إطار القيم والثقافة الغربية. ومنذ ذلك الوقت نشأ في العالم الإسلامي وتونس منه مشروعان للتحديث ظل يتصارعان حتى اليوم. الخلاف ليس حول الديمقراطية، هل يكون النظام ديمقراطيا أم لا، ليس الخلاف بين الجنسين، ليس الخلاف حول نظام التعليم، ليس اختلاف حول تحديد الإدارة، وإنما الاختلاف هل هذا التحديث يتم في إطار قيم الإسلام ونحافظ على الإسلام، ولا يتم على حسابه وعلى أنقاضه. هذان مشروعان إذن ظل في صراع. نشأت الحركة الوطنية إذن ولها جناحان، جناح تحديثي نستطيع أن نقول إسلامي، وجناح تحديثي يميل للقيم وللثقافة الغربية. وانتهى الأمر بالاستقلال إلى انتصار مشروع من هذين المشروعين، واستقلت بلادنا، ولكن ظل استمر الصراع الثقافي حول نوع التحديث الذي نريد. المهم أن صراع شعبنا ضد الدكتاتورية، الدكتاتورية التي رسخت أو شرعت لنفسها، بررت نفسها بالتحديث، بحرية المرأة وبالإدارة الحديثة والتعليم الحديث، كأصبحت هذه خلفية أو غطاء للنظام الدكتاتوري. بطبيعة الحال ما كان يمكن لهذه الأنواع من التحديث، ما كان يمكن لها أن تتغلغل في أوساطنا الشعبية، فأوساطنا الشعبية وأريافنا والمناطق الداخلة والعميقة الداخلية والعميقة ظلت مرتبطة بالثقافة الإسلامية، وأصبح التحديث نوع من التصنيف للمجتمع. هناك فئة متميزة، الفئة الحديثة متميزة بالثقافة ومتميزة بالتجارة ومتميزة بالإدارة، والآخرون ظلوا على الهامش، ظلوا مجتمع هامش. هذا المجتمع الهامشي هو الذي قام بالثورة، هو الذي قام بالثورة. ولذلك لم يكن عجبا أن رأينا مسؤولين كبار يأتون من أعماق البلاد، يأتون إلى قلبي، يأتون إلى قلبي العاصمة، لأنه هذه الثورات جانب، هي ثورات كرامة، هي ثورات حرية، نقلت الهامش الذي همشه التحديد، نقلته إلى قلب السياسة، إلى قلب العاصمة، إلى قلب الصراع على السلطة. اليوم
ظل هنالك صراع من طبيعة ثقافية ومن طبيعة سياسية. ونحن في تونس على الأقل منذ 2005 تمكنت النخبة التونسية من صناعة وفاقات فكرية ووفاقات سياسية من خلال مشروع 18 أكتوبر. مشروع 18 أكتوبر مشروع مهم جمع النخبة الحنفية مع النخبة الإسلامية واستطاعوا أن يصوغوا مشروعا يتحدث يوفق بين الإسلام وبين الحداثة، بين الدين وبين الدولة، يؤصل لحرية للحرية وللمساواة بين الجنسين لحقوق المرأة، ويضع كل ذلك على أسس إسلامية وعلى أسس حديثة. ولذلك لما قامت الثورة وجدت وثائق مهمة أمامها، عندما قام مشروع الترويكا أو مشروع الوفاق السياسي منذ انتخابات 23 أكتوبر، ما احتاجش هذا المشروع إلى أن يبحث عن وثائق فكرية ونظرية، لأن هذه الوثائق كانت موجودة في الحقيقة ممثلة في مشروع 18 أكتوبر. ولذلك قام في تونس نظام متميز في الحقيقة على أساس اليقين الراسخ بالتوافق بين الإسلام والديمقراطية، بين الإسلام الوسطي وبين العلمانية المعتدلة، بين الإسلام وبين حرية المرأة، بين الإسلام وبين العصر الحديث. هذا الأمر جعل في الحقيقة الصراع من طبيعة سياسية، صراع للسلطة، أكثر منه طبيعة ثقافية وطبيعة فكرية، لأننا في تونس لسنا مختلفين حول الديمقراطية، لسنا مختلفين حول الإدارة الحديثة وحول نشر التعليم وحول حرية المرأة، ليس هذا الاختلاف وهذا الأمر الطبيعي، وإنما نحن مختلفون من يحكم، وهذا الأمر الطبيعي. ولأن ديمقراطيتنا ديمقراطية ناشئة، فالحكام الذين يحكمون يحتاجون لفترة للتدرب على الحكم، والذين يعارضون يحتاجون أيضا إلى فترة حتى يتعلموا كيف يعارضون، كيف لا تكون المعارضة هي صراع وجودي إما أنا ولا أنت. هذا الأمر لأن ديمقراطيتنا ديمقراطية ناشئة فتحتاج إلى جهود كبيرة من أجل أن تتحول إلى ثقافة، ومن أجل أن تتحول إلى تقاليد، ومن أجل أن تصبح المواطنة أرضية مشتركة للجميع، وعلى أساسها توزع الحقوق وتوزع الواجبات. الديمقراطية القائمة اليوم كما قلت هي قائمة على التوافق، وديمقراطية التوافق هي درجة أعلى من ديمقراطية الأغلبية. 51% كافية لتحكم الديمقراطية، لأن تعطي لحكمك شرعية ديمقراطية، ولكن بمنطق التوافق قد لا تكفي، لأن هؤلاء خاصة ونحن نمر بمرحلة انتقالية. في المراحل الانتقالية الديمقراطية العادية التي تقوم على الأغلبية ويقوم الحكم فيها على الأغلبية، هذه الديمقراطية لا تكفي، لأن هذه 51% قد لا تمثل إلا تياراً واحداً بينما التيارات الأخرى. وهذا الذي حصل في مصر، الذي حصل في مصر أن الدستور المصري كتب من طرف تيارين أساسيين، هما تيار الإخوان وتيار السلفية، الثلث الباقي بحيث من الناحية الديمقراطية لا غبار على هذا الدستور. هذا الدستور وقع التصويت عليه بأكثر من 63%، فهو دستور ديمقراطي، ولكن بمنطق الوفاق جزء مهم من الشعب نظر إلى أن هذا لم يرى نفسه في هذا الدستور، رأى بأن هذا الدستور يمثل تيارا أو تيارين لا يمثل الجميع. نحن في مرحلة التأسيس الديمقراطي نحتاج إلى ديمقراطية الوفاق على نحو أن التيارات الأساسية في المجتمع
ترى نفسها في الحكم، ترى نفسها في الدستور، ترى بأنها مشاركة فعلا. والذي حصل في بلدان كثيرة بعضها ليس بعيدا عنا، الإسلاميون حصلوا على نسب عالية 60-70-80%، ولكنهم لم يستطيعوا أن يحكموا. والسبب وأن الأقلية المتبقية لم ترى نفسها في هذا الحكم، بل أرت نفسها في خطر. هذه الأقلية اللي تمثل 20-25-30% هي من حيث العدد ليست كبيرة، ولكن من حيث التأثير بيدها الإعلام وبيدها المال وبيدها الإدارة وبيدها أحيانا وسائل القوة، أصلا القوة الخشنة، هذه القوة الخشنة والقوة الناعمة، السينما كلها بيد هذه الأقلية. فكيف يمكن أن يحكم بلد بدون مشاركة نخبه؟ لا يمكن للحكم أن يستقر بمجرد قيامه على الأغلبية، هذا شرط، ولكن لابد أن يقوم أيضا على تراض، توافق بين النخب على نمط المجتمع. ما هو نمط المجتمع الذي نريد؟ أنماط المجتمع لا تحسم بمنطق الأغلبية والأقلية، وإنما تحسم بمنطق الوفاق، بمنطق التراضي. كان كثير من الناس كانوا يظنون بأن الإسلاميين لو حكموا في تونس سيتغير نمط حياة التونسيين، سيصبح النساء كلهن متحجبات ولا متنقبات، الشواطئ تنتهي ودور اللهو تنتهي. مرت سنتان والتونسيون يعيشون نمط حياتهم كل ما ارتضى بحسب نمط الحياة الذي ارتضى، لأنه نمط المجتمع قام على وفاق، حيث مهمة الدولة ليست أن تفرض نمطا معينا من اللباس والطعام والشراب، مش هذه مهمة الدولة، هذه مهمة المجتمع من خلال مثل هذه الندوات، من خلال المشاركات، من خلال الأعمال الإعلامية والثقافية والنوادي. المجتمع يحدد نمط المجتمع، أما الدولة مهمتها أن تحفظ الأمن، مهمتها أن تقدم الخدمة للناس، سيرفيس، مش مهمتها أن تفرض على الناس نمطا من اللباس أو من الطعام أو من الشراب أو من الترفيه. إذا نحن اليوم نحاول أن نصل إلى وفاق أوسع، الوفاق الذي قام بعد انتخابات 23 أكتوبر تبين أن هذا الوفاق غير كاف، ولذلك نحن اليوم نبحث عن وفاق أوسع ومن نوع جديد، وفاق يصل إلى حد أن الترويكا الحاكمة مستعدة لأن تتنازل عن الحكم، ليس لصالح المعارضة بالتأكيد، وإنما لصالح حكم وفاقي، حكم محايد تجري في ظله انتخابات نسعى جميعا إليها، انتخابات حرة نزيهة يشارك فيها الجميع، لأن المراحل الانتقالية لا يكفي الحكم فيها، لا يكفي النجاح في المراحل الانتقالية الاستناد إلى الأغلبية، وإنما لابد من الوفاق. وحتى لا تتهم الانتخابات القادمة، حتى لا تتهم بالتزييف وأنها تمت تحت تأثير أحزاب حاكمة، الترويكا أعلنت استعدادها لأن تتخلى أن تدخل في حوارات كالحوارات الجارية اليوم تحت إشراف رباعي المجتمع المدني. هذه الوفاقات، هذه الحوارات التي مضى عليها أكثر من شهرين تجري بالليل والنهار من أجل الوصول إلى وفاق حول استكمال المرحلة الانتقالية. الربيع التونسي اليوم هو الربيع الوحيد الذي ظلت شمعته منيرة ومشعة، وأمانة في رقابنا جميعا أن نحافظ على هذه الشمعة. ومن أجل المحافظة على الشمعة فإن أحزاب الترويكا تعالت عن نفسها واعتبرت أن المصلحة الوطنية مش مزية، وإنما المصلحة الوطنية تقتضي اليوم
أن نخرج من صورة من الوفاق من الحكم الثلاثي إلى حكم إلى صورة أخرى من الوفاق، حكم محايد تجري في ظله، يستكمل في ظله الدستور وتجري الانتخابات، وهي مدة ستكون محدودة 5، 6، 7، 10، 8 أشهر على الأقصى، تحكم فيها البلاد بحكم محايد يؤسس إن شاء الله لأول ديمقراطية في العالم العربي. نحن هذا الحوار الوطني الذي يجري اليوم يجري في ظل الوفاق، هذا الحوار الوطني تواجهه صعوبات ليست قليلة، ومنها صعوبات من سيكون رئيسا لهذه الحكومة، حكومة الوفاق أو الحكومة المحايدة، ما هي تفاصيل الترتيبات الدستورية. اليوم الحوار الوطني يتناول هذه القضايا، ونحن مطمئنون إلى أن تونس ماشية تمشي على الطريق الصحيح، وأن قطار تونس يوشك أن يوضع على السكة التي تصل به إن شاء الله في أشهر معدودات إلى دستور وموعد انتخابي وهيئة انتخابية ودولة ديمقراطية هي الأولى في العالم العربي إن شاء الله. نحن لا نملك إلا أن نكون متفائلين، هذا الشعب الذي فجر هذه الثورة السلمية التي أضاء سماء العالم والعالم العربي، هذا الشعب مقتدر بإذن الله، مؤهل لأن ينتج ديمقراطية حديثة، ديمقراطية وفاقية من خلال نهج الوفاق الذي لا نراه ينبغي أن يحكم تونس اليوم، وإنما ينبغي أن يستمر في حكم تونس ما بعد الانتخابات. ولذلك نحن نريد الآن لا نتحدث عن الانتخابات فقط، وإنما نتحدث عن ما بعد الانتخابات. تونس لا تزال لأنها لا نحن في مرحلة انتقالية ثانية، ستأتي مرحلة انتقالية ثالثة ورابعة تحتاج فيها البلاد إلى حكم الوفاق حتى نتغلب على التناقضات الثقافية بين النخب. هناك تناقضات ثقافية بين النخب نحتاج فيها إلى أن النخب أو التيارات الأساسية للنخبة أن تكون موجودة داخل الحكم، لأن إذا ظلت خارج الحكم فسيتحول الصراع ليس صراعا ديمقراطيا أي صراعا بين متنافسين، وإنما صراعا وجوديا. وبعض الصراعات اليوم القائمة هي من نوع الصراع الوجودي، معناها رهان أن طيح الدولة هذه بأي ثمن، أن طيح الحكومة هذه بأي ثمن، هذا أمر مفهوم لأننا ديمقراطية ناشئة وتحتاج إلى رعاية كبيرة. ومن أهم أدوات هذه الرعاية ومناهج الرعاية هو أن تحكم هذه البلاد ولفترة قادمة أيضا بحكم الوفاق وليس بحكم الأغلبية. الوفاق باعتباره نهج الديمقراطية بل هو أعلى أشكال الديمقراطية. نحن لا نملك إلا أن نكون متفائلين بالتجربة التونسية، والحوار الوطني يوشك في أيام معدودات إن شاء الله أن يصل بالبلاد إلى وفاقات تضعه على طريق المستقبل، طريق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.